يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس اتقوا الله تعالى واحمدوا ربكم على ما أنعم به عليكم من بعثة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي أخرجكم الله به من الظلمات إلى النور وهداكم به من الضلالة وبصركم به من العمى وأرشدكم به من الغي فلله الحمد رب العالمين لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين لقد بعثه الله صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل على رأس الأربعين من عمره صلى الله عليه وسلم فجاءه الوحي وهو يتعبد في غار حراء وهو على الجبل المسمى جبل النور جاءه الوحي وهو يتعبد صلى الله عليه وسلم في غار حراء فأول ما نزل عليه قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ثم ذهبت به خديجة رضي الله عنها إلى ورقة بن نوفل وكان ورقة رضي الله عنه قد دخل في دين النصارى وعرف الكتاب فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل له من الوحي حينما أخبر قال ورقة رضي الله عنه يا ليتني فيها جدع يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك من بلادك فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم استبعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجه قومه من بلاده فقال ورقة نعم لم يأتي رجل بمثل ما جئت به إلا عودي لم يأتي رجل بمثل ما جئت به إلا عودي وقال رضي الله عنه وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا ثم مات ورقة ثم أنزل الله عز وجل بعد فترة الوحي بمدة يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر فقام النبي صلى الله عليه وسلم بأمر ربه
خير القيام فبشر وأنذر صلوات الله وسلامه عليه. فأول من آمن به صلى الله عليه وسلم من غير أهل بيته أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكان صديقا له قبل النبوة، فصار رضي الله عنه من دعاة الإسلام حينئذ، فأسلم على يديه عثمان بن عفان رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوام وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص رضوان الله عليهم أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويقول سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. نعم عباد الله، وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى هاشما من قريش، واصطفاني من بني هاشم. يقول عليه الصلاة والسلام: الله سبحانه وتعالى اصطفى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، اصطفى من بني هاشم، وهو سيد ولد آدم عليه السلام. جاء عند الترمذي من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فقر. يقول عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فقر، وبيدي لواء الحمد. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما من نبي يومئذ، أي يوم القيامة، آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، أي يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله سيد ولد آدم عليه السلام، جاء مبشرا ونذيرا. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، وقال: ولما كان يوم الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أظلم منها كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء المدينة أضاءت، وسمي المدينة المنورة. نبينا صلى الله عليه وسلم خير خلق الله، ولد سيد آدم عليه السلام، قام وأدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الحق وأن يتوفانا مسلمين.